كما كتشوفوا ما سعفناش الحظ صراحة، بقى فينا الحال بزاف. بغينا نحصلوا على هذا اللقب باش نفرحوا ريوسنا ونفرحوا هاد الجماهير اللي جاو تبارك الله. كما شفتوا التيران كان عامر، جاو كيشجعونا كيساندونا، ساعة ما كتابش. الحمد لله، هذا تهدى راه إنجاز كبير أننا وصلنا للنصف النهائي وتأهل لكأس العالم. الحمد لله ما كتابش نديو اللقب. المرة الجاية إن شاء الله ونقولوا الكلمة ديالنا. صراحة نقول لهم كلمة واحدة، وأنني كنشكرهم والله، كنشكرهم بزاف من قلبي على هذا الصراحة حضور كبير. عمرني أنا صراحة عمرني لعبت قدام هذا الجمهور هكا، صراحة كنبغي نشكره بزاف والله.